بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم دكتور اسماء عليوه، استشاري التغذيه العلاجيه. النهارده هنتكلم عن الشروط الصحيه لشواء اللحمه. عندنا كذا نقطه لازم نتكلم فيها. اول حاجه ان اللحمه اللي احنا هنشويها ان شاء الله تكون لحمه طازجه، ما تكونش تلفه، ما يكونش فيها اي لون، يعني يكون لونها مش متغير، ريحتها مش متغيره. التخزين بتاعها نكون مخزنينها في درجه حراره تكون منخفضه عشان نحافظ انها تكون طازجه لفتره اكبر. النظافه نهتم بيها جدا اثناء الشواء، يعني ايدينا تكون مغسوله كويس، الاواني اللي احنا بنحط فيها تكون مغسوله كويس، ادوات الشواء تكون مغسوله كويس. نقطه مهمه جدا ان درجه حراره الشواء توصل معانا ل 63 درجه مئويه، تكون درجه الحراره الداخليه 63 درجه مئويه علشان نتجنب ان وجود اي بكتيريا. ودي درجة الحرارة اللي بتخلي اللحمة تكون صالحة للأكل بنسبة 100%، ميكونش فيها أي ميكروبات. ما نستخدمش الأواني اللي احنا كنا حاطين فيها اللحمة الناية ونرجع نحط فيها اللحمة المستوية. كل سنة وانتم طيبين. كانت معكم دكتور أسماء عليوه.